السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السودان يعلن الطوارئ بعد اجتياح السيول لبلدة الفاو. خليكم معانا لما نشوف الخبر ونشوف. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصله كل جديد. أفادت قناة العربية في خبر عاجل أن السودان أعلن حالة الطوارئ بعد وصول كميات مياه أكبر من المتوقع إلى سد مروة، مشيرة إلى أن السيول تجتاح بلدة الفاو في القضارف شرق البلاد. وذكرت صحيفة سودان تريبيون أن السلطات السودانية أعلنت الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة من فوق المتوقع من المياه لبحيرة سد مروة شمال البلاد، وتم فتح البوابات لتقليل حجم المياه. ومن جانبها قالت وكالة سونا السودانية الرسمية أن السلطات المختصة تناشد المواطنين على امتداد القرى المحلية بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر والقيام بالتحوطات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أي جداول إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على امتداد النيل حفاظا على القرى والمزارع والممتلكات. وأكلت غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروة بشمال السودان ثقتها التامة في قدرة أبناء هذه المحلية على تحمل المسؤولية في حماية مناطقهم بكل عزيمة وبسالة وتجرد حتى يمر هذا الموسم على خير وسلام. يعني إذا كنا المية كده بتزيد في النيل بقى توصل عندنا مصر. وتأثرت القرية 16 وسوق الفاو وعدد من أحياء مدينة الفاو الشرقية، شملت حاج السيد وحي الثورة والأبحاث وجزء من حي الصفاء ومربع 20، فضلا عن تأثر مرافق حكومية شملت مدارس وأقسام شرطة. يعني الفيضان زاد الوقت، المية منسوب المية زايد جدا في السودان غير ما هم كانوا متوقعين. أنا أعتقد أن المية كده هتوصل عندنا مصر إن شاء الله ونملى بحيرة السد العالي بإذن الله. ربنا يسترها مع الناس كلها ويسترها مع السودان الشقيقة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.